غصن على بايف قاميوم من عيون اليوم سلام كاني فيه انجاذبي يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 مرني عجلاني والعجلاني ما يقضي لزومي طالب من السلام وراحي ما رد علي قلت حكم العوايد وسلومي ما يصير تمرنا وتروحي ما ترد التحية واشرب كف سوات اللي على الفرقة عزومي قال مثلك يعذر المشغول يا زبن الوينية يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 مرني عجلاني والعجلاني ما يقضي لزومي طالب من السلام وراحي ما رد علي قلت له عطني علوم وخذ من احمد لك علومي بشرح ظروفي عليك وتشرح ظروفك علي قالي خل السر بين اثنين والوضع محسوم والعجلاني.